قوات الأمن في المطار، مطار القاهرة، عملت كوردون أمني وإجراءات أمنية مشددة جدا لتأمين عودة وسلامة الحجاج الفلسطينيين. وحضراتكم عارفين طبعا أن الحجاج الفلسطينيين ما كانش ليهم أي وسيلة للذهاب إلى الحج وإلى الأراضي السعودية إلا عن طريق مصر. هم بيجوا عن طريق رفح وبعدين بيدخلوا هنا مطار القاهرة وبيسافروا وبيرجعوا هنا وبيرجعوا تاني إلى ديارهم بإذن الله سالمين. وعايز اقول لحضراتكم انه الفيديو اللي هتشوفوه ده دلوقتي او هذا التقرير يعني صوره لينا زميلنا عبد الله منتصر، جميل جدا. كان في استقبالهم يعني مندوب من السفاره الفلسطينيه، ويعني خلال الساعات الاولى الماضيه الحقيقه او خلال الساعات الماضيه دي يمكن كان في 830 حاج فلسطيني من سكان قطاع غزه والمحافظات الجنوبيه كانوا جايين من الاراضي المقدسه ادوا فريضه الحج. كان في ثلاث رحلات خاصه بالشركه الوطنيه مصر الطيران، والحجاج استقبلوا داخل صالة 4 المخصصة لوصول الطائرات الخاصة. والحقيقة أن كل ده كان تنفيذ لتوجيهات الرئيس، الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة هو اللي كان موصي على الحجاج الفلسطينيين وقال يتقدم لهم كل الخدمات والإمكانيات لتسهيل عودة ضيوف بيت الله الحرام من أهل قطاع غزة. لما تشوفوا الفيديو ده اللي بدايته جميلة جدا وتسمعوا هم بيغنوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وتشوفوا فرحتهم ودعواتهم للمصريين يا رب يتقبل مننا جميعا ويتقبل منهم ويا رب يكتبها لنا جميعا ان شاء الله يا رب، ونقول لهم الحمد لله على السلامه هم وكل من حج بيت الله الحرام حج مبرور وذنب مغفور باذن الله. متابع هذا التقرير. البدر علينا من ثنيات الوداع، الرحلة كانت ممتعة والحالة النفسية كانت ممتازة، التجهيزات كانت رائعة جدا من كل الأطراف، تقريبا السعوديين يعني بذلين جهد جبار كبير، ورحلتنا كانت على من عبر القاهرة كانت ممتازة. نشكر الشعب المصري على جهوده يعني بذل المصالح الفلسطينية إن شاء الله، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتمنى لهم ان شاء الله التقدم يا رب. كانت رحله بمعادها وكانت يعني في سهوله، وبعدين حتى كمان في تساهل كثير بالنسبه للحجاج، في ناس عاملين حموله زايده وكذا، الجماعه هنا يعني غضوا الطرف على الموضوع. المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينه، مرحبا يا خير دار. الحمد لله احسن من هيك ما في، تسهيلات 100% الحمد لله. الحمد لله، ورحله ممتازه ورحله ممتعه والحمد لله، وان شاء الله حنعيدها ثاني ان شاء الله. المصريين محترمين يعني الصراحه محترمين، وطولوا روحهم وما بيرخوناش طول الليل وطول النهار شغالين. كانت هناك اجراءات تسهيليه خصوصا للحجاج، تسهلت الحمد لله أمورنا في ذهابنا للحج، والحمد لله أدينا مناسك الحج على التمام والكمال، ونسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا كامل أعمالنا وسائرها على التمام والكمال إن شاء الله. والله كانت أمورنا مسهلة إن شاء الله تتسهل هالقطة وإحنا مروحين، وكانوا مناح معنا وكلكم مناح والله وكلكم منورين، وإن شاء الله يا رب كل عام وانتم طيبين، وكل عام والحج يمر من عندكم وانتم طيبين، وتساعدونا وتقفوا لنا، انتم ناس محترمين ومناح والله، احنا ما إلنا غنى عنكم. نتقدم للإخوة في مصر قيادة وشعبا على ما بدر منهم وما شاهدناه وما لمسناه على أرض الواقع من تسهيلات واضحة للإخوة الحجاج الفلسطينيين. نحن غادرنا الأراضي المصرية بكل أريحية، وكانت الرحلة يعني غاية في السهولة. نشكر الشعب المصري والشعب السعودي اللي أتاح لنا الفرصة هذه إنه نزور البلاد المقدسة، وإن شاء الله ربنا يديم كلنا ظهر، أنتم أخواننا وحبابنا وأهلنا في مصر وفي السعودية والدول العربية، وأنتم عارفين يعني مناش إلا أنتم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله كلهم استقبلوا استقبال مفيد والله، مريحين جميعا. الشعب المصري والله هو أخواننا وهم حبايبنا، وهم في دائما جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني. استقبلونا المصريين بأحلى استقبال، استقبلونا بكامل الراحة، ما فيش أي حاجة معوقات اللي إحنا نقدر نقول هيك حاجة صعبة ولا، كله تسهيلات 100%. ولما جينا إحنا جينا من الطيران، بس حطت الطيارة وقفت شالوا الشنط، بدهم يشيلونا على الباص، يشيل على الأتوبيسات،
يعني ما فيش حاجة نقدر نتكلم عليها. مصر وشعب مصر وحكومة مصر على راسنا من فوق.